في هذه الغرفة المظلمة تعيش هذه الفتاة وأخواتها الأربعة في مخيم شتيلة لقاء بدا الإيجار 200 دولار في الشهر بعد لجوئهم من مخيم اليرموك في دمشق إلى لبنان بفعل إمعان النظام الأسدي بذبح الأبرياء. ظلم وظلام يرافق اللاجئين الفلسطينيين في تهجيرهم الثاني، حيث لا مأوى من صقيع الشتاء وشبح الجوع. أنا بنام هون وفي شخص بنام هون وشخص هون وشخص هون وفي الحجي اللي حكى أول شيء بنام هون. وبالنسبة لأنه نحن هون معنا لا شغل وجايين يعني زي ما بقول جايين بوعينا نحن هون، لا معنا مصاري ولا معنا شيء، حتى في ناس جاي بدون ثيابة بس ثياب لابسيتها. بدنا يعطونا شيء نلبسه، يوزعوا لنا مواد تموينية. يعني احنا بنطالب انه بدنا يعني اكل، بدنا مصاري، بدنا منامه، يعني ما في محل هون ننام بالمكتب. هلا بلبنان والله الوضع يعني مأساوي. عرفت كيف؟ يعني في ناس نايمه بالشوارع برد وشفت عينك. يعني احنا بنطالب الهيئات والمنظمات انه يلتجوا ويشوفوا الوضع كيف يعني بلبنان، يعني شتويه ما لها صيف. اعداد اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان منذ بدايه الثوره السوريه تقارب 13,000، ومنذ بداية مجزرة اليرموك وصل أكثر من 2800 لاجئ لم يتلقوا أي مساعدة، والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور يحمل المجتمع الدولي المسؤولية. على المجتمع الدولي المسؤولية وتحمل مسؤولياته أمام هذه الأعداد. فلسطيني يضع نصب عينيه فلسطين فقط، هدف وحيد بالذهاب إليها. أنا بأكد لك أنه أخواتنا اللاجئين الفلسطينيين الذين حضروا من سوريا وبعد أن تم الاتفاق الآن على سحب المسلحين من المخيم بدأت أعداد كبيرة بالعودة إلى المخيم. إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سيعودون إلى منازلهم. وكالة الأونروا وجهت نداء إنسانيا إلى الأمم المتحدة لتأمين 8 ملايين دولار لسد احتياجات اللاجئين لم يتأمن منهم سوى 10%. من شتات إلى شتات، هكذا يتلخص مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يلقون سوى الجوع والفقر والتشرد أينما توجهوا، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن العمل لحل كارثة إنسانية تنذر بمخاطر جمة. من مخيم شتيلة في بيروت، منير الربيع، تلفزيون المستقبل.